السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت العراق كشرط على إيران خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت بين البلدين. هذه التفاصيل نشرت اليوم على الفاينانشال تايمز نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلعين على المفاوضات التي جرت طبعا بين البلدين الغير مباشرة، والتي طبعا تمت عن طريق سلطنة عمان وكذلك دولة قطر. وهذه الشروط جاءت خلال المفاوضات التي نجحت بين البلدين مؤخرا، والتي تم الإعلان عنها في 10 أغسطس في مسألة تبادل الأسرى الأمريكيين والإيرانيين. ما هي هذه الشروط التي تحدثوا عنها والتي نشرت بشكل حصري على الفاينانشال تايمز؟ الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة طلبت من إيران خلال هذه المفاوضات أن تتوقف عن مسألة إرسال طائراتها المسيرة أو قطع الغيار الخاصة بهذه الطائرات إلى روسيا. المسؤول الإيراني طبعا أكد بأن الرد الإيراني كان ببساطة على الأمريكيين بأنهم طلبوا من موسكو أن لا يستخدموا هذه الطائرات المسيرة في هذا الصراع الجاري في أوكرانيا، ولكن موسكو لا زالت تستخدم هذه الطائرات. طبعا هذا الأمر لم يكن مقنعا بالنسبة للجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي طالب ببساطة أن تكون هنالك خطوات ملموسة أكبر وأكثر بهذا الاتجاه لمنع ظهور هذه الطائرات في الداخل الأوكراني. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت ببساطة أن يكون هنالك تخفيضا من قبل إيران في تخصيب اليورانيوم العالي الذي يصل الآن إلى 60%، وأيضا يجب أن يكون هنالك تعاونا أكبر من قبل إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا التوقف عن استهداف الأمريكيين. وعندما نتحدث عن استهداف الأمريكيين هنا المقصد بشكل واضح يأتي عن القوات الأمريكية الموجودة في العراق وفي سوريا أو المتعاقدين الأمريكيين أو حتى أي أمريكي. والعراق هنا مقصود بشكل مباشر بهذه الشروط، خاصة وأننا في 23 مارس من هذا العام كنا أمام عملية قتل جرت أو اغتيال لهذا المتعاقد الأمريكي ألا وهو سكوت دوبس. هذا الرجل قتل بهجوم بالطائرات المسيرة كما تحدثنا في 23 مارس من هذا العام بهجوم بالمسيرات، كان حاضرا على قاعدة إرميلان الأمريكية. وبعد ذلك جاءت التفاصيل من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين على الوول ستريت جورنال بأن الطائرات المسيرة كانت قد انطلقت من الداخل العراقي، وبأن فصيلا مسلحا مواليا أو مقربا من إيران متمركز في العراق هو الذي أطلق هذه الطائرات المسيرة وأدت إلى قتل هذا الأمريكي. وبالتالي هذا الأمر يوضح بأنك يا إيران عليك أن تصدر الأوامر للفصائل المسلحة المقربة منك في العراق وحتى في سوريا من التوقف من مسألة استهداف الأمريكيين. ويبدو بأن إيران قد ذهبت بهذا الطريق وأصدرت الأوامر لهذه الفصائل، وهذا من خلال التفصيل المهم الذي تحدث عنه المسؤول الإيراني بهذا الصدد وقال الآتي. أكد المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاقات بشأن معظم القضايا، لكن المناقشات التي تجري عبر وسطاء ستستمر في قطر وسلطنة عمان لا سيما بشأن روسيا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن منذ تلك الحادثة حتى يومنا هذا لم تكن هنالك أي استهدافات لأي جندي أمريكي أو متعاقد أمريكي بأي شكل من الأشكال، يوضح لك بأن فعلا الأوامر قد صدرت من إيران مباشرة لهذه الأطراف بالتوقف عن الهجوم على القوات الأمريكية. ولكن أيضا في نفس الوقت ما الذي ستتحصل عليه إيران مقابل هذه الشروط الأمريكية؟ الذي ستتحصل عليه ببساطة أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتوقف عن معاقبة إيران أو فرض عقوبات على إيران باستثناء مسألة طبعا حقوق الإنسان المهمة للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين وحتى الولايات المتحدة بشكل عام. يجب أيضا على الولايات المتحدة أن تتوقف عن مسألة مطاردة النفط الإيراني وبيع الإيرانيين لنفطهم إلى أي دولة كانت، وبالتالي العقوبات على النفط الإيراني يجب أيضا أن تتوقف في مسألة الملاحقة طبعا. وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر طلبته إيران بحسب هذه التفاصيل التي نشرت على الفاينانشال تايمز، طلبت إيران من الولايات المتحدة أن تقنع شركائها الأوروبيين بالتوقف عن رغبتهم بفرض العقوبات على إيران، وهم قلقين تماما من عقوبات قادمة بشكل حصري من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وذلك
بعد شهر أكتوبر، تحديدا 18 من أكتوبر، أي بعد انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي ألا وهو 2231 الذي يمنع إيران من إرسال أي طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية يصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومترا. وطبعا هذه الدول الآن ترى بأن إيران قد خالفت هذا القرار بإرسال طائرات شاهد 136 المفخخة التي يصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلومتر. إيران لا تريد تجديد هذا الأمر أو هذا القرار، هذا يعني أن إيران لديها خطة بإرسال الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي هم يريدون فرض عقوبات السناب باك بحسب المخاوف الإيرانية من خلال هذه المفاوضات التي تحدثت عنها طبعا الفاينانشال تايمز، والتي أكدت بهذا الشكل: نحن قلقون للغاية بشأن أكتوبر. هذا ما قاله طبعا المسؤول الإيراني: نتوقع تخفيف الضغوط على إيران من جهات مختلفة. على الرغم من هذا الكلام الدبلوماسي الكبير الذي يأتي بين هذه الأطراف والشروط المطروحة طبعا يمينا وشمالا، إلا أن الطائرات المسيرة الإيرانية لا زالت تظهر على أوكرانيا. على سبيل المثال، وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت اليوم أن كان هنالك هجوما ب 13 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة، وأيضا في نفس الوقت هنالك منتدى أو مؤتمر مهم للغاية وهو منتدى الجيش الروسي العسكري لعام 2023، تحضر فيه العديد من الدول من أجل استعراض أسلحتها في هذا المنتدى المهم للغاية. وظهر طبعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وهو في هذا المؤتمر أو في هذا المنتدى، وهو طبعا يلتقي أو يذهب إلى الجناح الإيراني بهذا الشكل، والجناح الإيراني يستعرض طائرات مسيرة لا تمتلكها روسيا حتى هذه اللحظة، مثل هذه الطائرة المسيرة التي ترونها آراش وغيرها من الطائرات. كل ما تحصلت عليه روسيا هي شاهد 136 أو مهاجر 6 المعروضة أيضا هنا كما ترون، ولكن كان هو مهتما بالنظر للطائرات المسيرة أو غيرها. بالتالي روسيا استفادت كثيرا من الطائرات المسيرة، وكان هذا منظرا طبعا شد الانتباه من قبل الجميع إن كانوا الإيرانيين أو غيرهم، ورأوا طبيعة الرغبة رغبة وزارة الدفاع الروسية في الذهاب لهذه الطائرات المسيرة أو المزيد من الطائرات المسيرة الإيرانية، خاصة وأن أيضا الأوساط الإيرانية كانت أكدت مع الأوساط الروسية بأن هنالك محادثات بين إيران وبين روسيا من أجل تعميق التعاون العسكري بين البلدين، وفي نفس الوقت أيضا بأن مسؤولا إسرائيليا كما تلاحظون كبير مطلع على معلومات في المخابرات البيلاروسية أكد الآتي فيما يتعلق بين إيران وبيلاروسيا: أيضا كان هنالك اتصال بين إيران وبيلاروسيا وتم توقيع اتفاقية تعاون بشأن الطائرات بدون طيار، لكن البيلاروسيين ينفون ذلك في الوقت الحالي. وهذا ببساطة هو يعني بأن هذه الطائرات المسيرة، بأن هنالك طبعا مصانع ستبنى، وهذا أمر أصبح واضحا في تترستان في يالابوغا، هنالك بناء لمنشأة ستنتهي من المفترض نهاية العام الحالي، والبعض يعتقد بأنهم انتهوا من بنائها لإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية. طبعا الطائرات المسيرة الإيرانية حاضرة الآن في روسيا، والاتفاق مع بيلاروسيا يعني أن هنالك أيضا مصنعا آخرا سيتواجد للطائرات المسيرة الإيرانية، وبأنها ستكون أيضا موجودة في هذه النقطة. وهذا هو الذي يضع علامات الاستفهام والتعجب على الشروط الأمريكية، لأن هذه الطائرات المسيرة حتى وإن إيران وافقت على مسألة عدم إرسال الطائرات المسيرة أو غيرها، هي أصبحت سلاحا أساسيا في روسيا وفي بيلاروسيا، ليس فقط تجاه أوكرانيا وإنما تجاه حلف الناتو، وهي أسلحة فعالة للغاية. بالتالي ما غرض الشرط الأمريكي هنا؟ هذا تساؤل كبير طبعا موجود في هذه النقطة. وأيضا في نفس الوقت بأن الصادرات النفطية الإيرانية تتصاعد بشكل كبير، على سبيل المثال تصريحات إيرانية نشرت مؤخرا أكدت صادرات الخام الإيراني تجاوزت المستويات المتوقعة في ميزانية البلاد للعام المنتهي في مارس 2024، بل إن أيضا الصين بحسب طبعا كيبلر وما نشرته بلومبرغ كما ترون بهذا الشكل اليوم، أكدت بأن الصين الآن تشتري النفط الإيراني على أعلى المستويات مقارنة بأي سنة أخرى. منذ 10 سنوات هي لم تشتري النفط الإيراني بهذا الشكل العالي للغاية والكبير للغاية، وهذا يعود لسبب مهم لارتفاع أسعار النفط، وأن أسعار النفط طبعا الإيرانية المهرب هي رخيصة للغاية، بالتالي هي مفضلة، بالتالي يشترون المزيد من هذا النفط الإيراني، وبالتالي عائدات أكبر لإيران، وتتخلص
من كل الضغوط الأمريكية. ليس واضحا هنا كيف من الممكن لهذا الاتفاق أن يصل لطريق بهذا الاتجاه، وخاصة أيضا في نفس الوقت أن ليس واضحا كيف من الممكن لإيران أن تستغني عن كل التقدم النووي الذي حققته على مستوى أجهزة الطرد المركزية أو تخصيب اليورانيوم أغيرها. هذا البرنامج تقدم بشكل عال، وبالتالي ظروف فشل أي عودة للاتفاقية النووية أو تحقيق اتفاق جديد هي لا زالت حاضرة. وعلى هذا الأساس الأوساط الأمريكية بدأت تتحدث بأن لو فشل هذا الاتفاق رغم كل إيجابية مسائل التعاون أو الاتفاق مع إيران طبعا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ما الذي سيحدث؟ هل الأمريكية مؤخرا تحدثت بأن إن فشلت هذه المفاوضات ويجب على الجميع توقع هذا الأمر، إسرائيل قد تضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تساند إسرائيل إن ذهبت إلى هذا الطريق في ظل تقدم البرنامج النووي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير طائرات KC-46A وهي طائرات تزويد الوقود التي طبعا تحتاج لها إسرائيل. أيضا لا بد من تزويد إسرائيل بطائرات F-15 وطائرات F-35 الشبح كما نشرت طبعا ذا هيل الأمريكية، وأيضا لابد من تعزيز القبة الحديدية الإسرائيلية بما يكفي من الصواريخ والمنظومات الدفاعية وغيرها، وذلك لحمايتها من ردة الفعل الإيرانية الكبيرة إن ما إسرائيل ذهبت إلى ضرب المفاعلات النووية في حالة طبعا فشل الدبلوماسية كما تتوقع طبعا الأوساط الأمريكية. وأيضا وضعت في حساباتها أيضا بأن من الممكن لإسرائيل على سبيل المثال أن لا تضرب هذه المفاعلات النووية، وتبقى إيران تراوغ يمينا وتماطل يمينا ويسارا ولا تذهب للقنبلة النووية. ولكن هم ينظرون أيضا إلى سيناريو بأن المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيقومون أو سيطبعون العلاقات وسيقومون علاقات بينهما، وهذا الأمر طبعا هو الذي لن تقبل به إيران أبدا، وستنزعج كثيرا وقد تقوم باستهداف كبير ليس فقط لإسرائيل، وأيضا من الممكن أن تستهدف القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس ذهيل الأمريكية وجدت بأن يجب على الولايات المتحدة الآن أن توزع منظوماتها الدفاعية في المنطقة بشكل عام وبكل مكان لطبعا حماية المنطقة مما يمكن أن يكون قادما من إيران إذا ضرب المفاعل النووي أو إذا كانت هنالك علاقات بين السعودية وبين إسرائيل، وهذا أمر وارد بحسب الحسابات طبعا القادمة من الأوساط الأمريكية. ويجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هنالك أيضا مقترحا إلى تحشيدات أمريكية أكبر، وهذا ما نراه اليوم من مشاة البحرية الأمريكية التي وصلت طبعا إلى الخليج العربي، المزيد طبعا من المدمرات الأمريكية في هذه المنطقة، تحشيدات أمريكية أكبر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل الاستعداد لردة الفعل الإيرانية، ويجب أن يكون حاضرين طبعا لردعها من التفكير بالقيام بأي شيء قادم في المستقبل. بالتالي هي تفاصيل مثيرة للغاية، وضع العراق من ضمن هذا الاتفاق طبعا هو أيضا قضية مثيرة، والسؤال هنا هل ستخضع هذه الفصائل لمثل هذه الشروط إن تم الاتفاق على هذا الأمر، أم هي خضعت فعلا الآن وتوقفت عن الهجوم أو تحقيق هجمات ضد القوات الأمريكية والمتعاقدين الأمريكيين في الشرق الأوسط؟